مع أبناء النوبة أحب النوبة، والنوبة لها ما لها من تاريخ رائع ومتميز، سواء من اسمها الحقيقي بلاد الذهب، فإن كان الذهب قد نضب في مناجمهم فلم ينضب في أبنائهم وفي تاريخهم. النوبة، هذا البلد العظيم، هذه المملكة التي ما زلنا نعيش على أحلامها، تراودنا ونتخيلها ونتمناها، وقريبا ستتحقق بإذن الله. بالأمس القريب كنت أتابع إحدى الروايات لأديب النوبة الكبير المرحوم الأستاذ إدريس علي، وفاجأني بجملة تقول: رماة الحدق، جنود النوبة الذين شاركوا أحمس في تحرير مصر من الهكسوس، رماة الحدق، تصويب بالأسهم وبالسهام في حدقة العين، دليل على الدقة. شعب لا يعرف إلا الدقة، شعب لا يعرف إلا المهارة، ورغم ذلك يحتوي قلبا في داخله، هو قلب من ذهب، تسمى بذلك بلاد النوبة. لن أطيل عليكم في هذا الكلام العاطفي تجاه بلدي التي أحبها، ولكن دعوني أرحب بضيوفنا في هذا الملتقى، وهم أنتم أولا. أرحب بكم وأحييكم على وجودكم معنا، ثم أرحب بضيفي الكبير الأستاذ أحمد إسحاق ليكون أول المتحدثين في هذا الملتقى. فتحية للأستاذ أحمد إسحاق. إن الحمد لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الشكر، كل الشكر على القائمين على هذا الحفل الطيب، وأيضا الشكر، كل الشكر للسادة الأفاضل الحضور. أولا معذرة على التأخير نص ساعة، ولو إني أعتب على معد البرنامج إن التوقيت كان يتحسب لصلاة المغرب، فاتت الحتة دي، لكن ما فيش مشكلة. الكلام عن النوبة يطول، ولكن سأختصر قدر المستطاع. النوبة نبذ عنها تمتد من منابع النيل إلى مصب النيل، يعني في مصر والسودان وأريتريا والصومال والحبشة وكينيا وغينيا وأوغندا، من مصب النيل لمنبعه. ده اللي بيقول عليهم الشعوب الأصيلة. ولذلك في هذا الخط الطويل شعبين فيهم الأصالة، النوبة والزنج في منطقة إفريقيا. الحقيقة النوبة أنا بنعتبرها أو يعتبر قلب مصر النابض. ليه؟ مش مسمى اعتباطي إطلاقا. النوبيون يمتدوا في مصر من أقصاها لأقصاها في اندماج كامل مع فئات الشعب المصري العريق. وللعلم الحضارة النوبية تعتبر أولى حضارات الكون على الإطلاق، توأم الحضارة المصرية اللي وحدها الملك النوبي موحد القطرين الملك مينا.
فالنوبة جذورها تمتد إلى آلاف السنين قبل الحضارات. الحقيقة ظهر في النوبة ناس كثار جدا قد لا تعرفوهم. النجاشي كان من نوبة الحبشة، للأسف أبرهة كان من نوبة الحبشة. أنا التقيت في أوغندا في مدينة كامبالا، كنت رحت للمبعثة في مدينة كامبالا. إنجلترا لما عايدة أمين قام بالثورة سحبوا كل الخبراء بتاعهم عشان يسقطوا الثورة، فكان بعث من عدة دول بعض الخبراء لتعويض النقص الإنجليزي. قاعدين في هول ضخم وأنا بجلبيتي وعمامتي كده والعباية، كان الدنيا شتا، فدخل عايدي أمين لف البصر رجال ببصره كل الموقع، وبعدين ثبت نظره عندي أنا كده. فأنا ما فيش حد ورايا عشان أقول بس حد ورايا مال كده، فاندفع جاي ناحيته مباشرة. قال لي باللغة الإنجليزية فصيحة طبعا، قال لي من إيه من إيه أنت؟ قلت له من مصر. قال لي فين في مصر؟ قلت له من النوبة. راح فارد دراعه بشكل فجائي كده وأخذني في حضنه، كاد يفتح دروعي، هو كان بوكسير ضخم يعني. منطقة النوبة منطقة هادية وآمنة مستقرة ووديعة وما مش مشاكل، بدليل انه منذ بدء الخليقه حتى تاريخ التهجير لم تقدر من اي نوبي ما يعكر اي صف اي حكومه من الحكومات المتعاقبه رغم الظلم والجور والغبن. ودورين وليعين هادين، لكن اخشى ما اخشاه ان يفلت الزمان ويعتبروا ان الهدوء والاتزان العقلانيه دي ما يحسبهاش في موضوع. والحديث يقول اتق شر من اتق شر الحليم اذا غضب. ودي لعلمك دين، العوده دين. الم يقل محمد صلى الله تعالى وسلم حين اخرج جبرا وقصرا من مكه قال والله لولا ان اهلك اخرجوني منك لما خرجت؟ الم يقل هكذا؟ اذا العوده شر دين، وليس من المنطق ان يعني يشيلونا ويجيبوا ناس ثانيه مكاننا. ودي الموضوع ده هيكون اكبر 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 من حجم الحكومه لو اقتربت هذه الخطيئه وتوصلت الى هذا المستوى من الخطا، فالموضوع اكبر من حجم الحكومه المراحل، والله المستعان. وربنا يسلم مصر وكل اهلك وكل ابنائك من شر يا رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته. استاذنا استاذ جمال حماد الله يبارك فيك. وطبعا الفنان القدير الأستاذ إيهاب يعني، ويمكن أنا مش هجامله بس بقول أنا بندم على عمري اللي راح من غير قبل ما أتعرف بيه. ده شرف. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. وطبعا معنا الوالد والأستاذ الجليل الأستاذ القدير الحاج أحمد إسحاق، وخير من تكلم عن النوبة وعن مشكلتها، لأن كتير بيكلموا بس غير اللي بيسمع، غير اللي عاش، غير اللي حس وحضر موضوع التهجير وما يعني ألحق بالنوبيين من هذه الموضوع. أنا طبعا التهجيرات زي ما حضرته سرد، التهجير الأول والثاني والثالث والرابع، يعني احنا يمكن واحنا صغيرين انا حصلت الرابع معلش يعني وانا كنت صغير،
انما طبعا الحاج يمكن حضر مش كده برضك التأكيد انا لا 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 سلام ربنا يدي العمر ويدينا ويديكم جميعا. واللي قد ايه يعني ال 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 الناس ما تعرفش انه بين يعني انا مش عايز احكي على اللي هو حكايه طبعا، بس انا يمكن انفعلت وهو بيحكي وبتاع، فيعني قد ايه الواحد متاثر بالموضوع ده جدا، وقد ايه كان الظلم اللي جه علينا احنا. ف نامل في الله سبحانه وتعالى اولا، وثانيا في القائمين وفي الدوله ان شاء الله ان الظلم ده يتعوض، يعني نقول ربنا عوضنا بالاحسن، بان المشاكل النوبيين تتحل. ويمكن حتى في نقطه اللي انا هتكلم عليها، ان الـ 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 يعني من ضمن زي ما قال الحاج كان التهجير، وفي التهجير غير مدروس ولا غير كان بأي شكل ولا بيئة ولا يعني بأي ناحية من النواحي، طبعا كان ما كانش في أي حاجة زي كده، ما أي حاجة معمولة دراسيا خالص. فهجروا وظلموا، ومش حكاية النوبيين بس، مشكلة ان هم يعني هدوا التراث. البيوت دي ده كانت صور عندي، ده في تهجير قبل 33، التهجير الاولاني. يعني هخش بقى في الموضوع على طول، يعني صورة زي دي ده بيوري البيت النوبي ده مساحته ايه وكان نظامه ايه. فالبيت كان في يعني الغير المساحة ده تراث النوبة، طبعا زي ما قال الحاج يعتبر التراث الفرعوني والتراث القديم. ناس احتفظوا بخصوصية او كمجتمع كان شبه مغلق، احتفظوا توارثوا ثقافة وحضارة وطلعوا بيها. فده مع الأسف ان في ناس يعني حتى في كتب، يعني غير الصور دي بتاعتي انا، في صور من الكتب أمريكية وكلام ده، وجم في التهجير حتى في قبل 64، وفي حتى قبل 64 بكتير. يعني من ضمن كنت قابلت في 69 اسمه البروفيسور هنري بيل، وفوجئت ان الراجل ده معاه ماجستير في اللغة النوبية في 69. وحتى لما تعرفنا ببعض وفي يوم يعني عزمته، كان في فندق سميرابيس القديم، وكان لي الحظ الحمد لله رب العالمين ان كان هتاري صديقه وموجود في اليوم ده بروفيسور امري اللي هو كان مكتشف اهرام سقارة الفرنسي، سعادتك يمكن فاكره. وقد ايه الناس يعني حتى بروفيسور امري ده من كتر حبه بمصر واوصى واتدفن في مصر. والناس دي يعني قد ما في ناس يعني احنا لينا حق ان احنا نحب مصر ولا لا، ونحب النوبه ولا لا. حتى في اللي هو كان، يمكن انا اتطرق لحاجات كده صغيره معلش، في واحد فرنساوي برضك طبعا اللي هو ميريت ده اساسا كان جاي ياخد او يسرق، او يعني هنقولها بالعربي كده ان هو يسرق المقتنيات الاثار المصريه زي ما خرجت المسلات والحاجات دي كلها. فالراجل ده من جه صعب عليه ان الحاجات دي تطلع من مصر ازاي، فهو ابى ان هو يعني شوف يعني كان انسان فرنسي ومع ذلك ابى
وعمل على المسؤولين ان يتعمل متحف اساسا في مصر. وفي اول الامر طبعا ما كانوش مهتمين بالموضوع ده معاه، فهو الراجل خد سكن في ايام ما كانت منطقه بولاء، خد يعني ده معلش معلومات يعني ما 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 يعني الحديث بيفتح بعدين ده للشباب عشان يعرفوا. فميرت ده خد يعني بيوت وفي منطقه بولاء وحط بقى يجمع اثار ويعمل، الى ان الخديوي عباس وافق ان يعمل المتحف المصري اللي هو والشارع التحرير اللي هو من ما بين ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض، اسمه شارع ميرت. وميرت مدفون، يمكن كتير من الشباب ما يعرفوش ان لما بيخش المتحف المصري وانت داخل على ايدك الشمال مقبرة ميرت، قال الدفن هنا والدفن في مصر. لو طلعوني الجبل لطلع على راسي، لو جرشوني الحصى لجرش على دراسي على دروسي. ليه يا حبايب تبيعوني رخيص وانا الغالي؟ الحب جبار، نار الحطب تنطفي ونار الحب مني. أصل الربابة خشب يا رشيمي، ما تغرقش يعني. أنا لو مت أنا في حبك الربابة ما تغرقش. فاكرة الزمن حافظة أغاني الوطن، وفي حضني ما تخافش. لو طلعوني الجبل أطلع على راسي، لو جرشوني الحصى نجرش على دراسي. ليه يا حبايب تبيعوني رخيص وانا فطم على الألم وشراع بيحرق في نير، فدادين أمل طرحين حنين. طب ليه تصدي من يوميها جاف لبان؟ حر جايلك بالسلاسل، حر جايلك افتح الأبواب. شعري شاب لقد هرمنا، شعري شاب، قلبي أخضر لوني أسمر. اسألي خضرة الشريفة، اسألي ست مريم، اسأل الطهرين جميعا. حرنا جاي، حرنا جاي لك، افتح الأبواب. لو طلعوني الجبل يطلع على راسي، لو جرشوني الحصى لجرش على راسي. Yeah.
مالك بايل تعدل اللي معي يما يما. رجعت أغاني البطولات زي الهوى اللي بلا بيوت، لكنه يحيي قلوب الحبايب مهما يسافر يعود. طير من الطير الأصيلة والطير بالأجناحات تسكن جحور التعالي. أحيانا يصعب علي الحزن ولا يصعب عليك غالي، صوت الهوى المحبوس الهوى يشيل الطير ومن الدخان يتعب. السمك النمنم يتقلب على وش المية يحبس أنفاسه شوية يفضل يحلم ويغني. صوتك أجمل صوت يوم ما اتولد حلمك اتولد حزنك، نظرة عتاب للسما قبلتها نجمة متبسمة اتلم تاني البيت. لو مطلت الدنيا عالحواديت ما تبل الصخر ولا وقع البيت وعد نسيم على باب الليل. افتكرتك يا غالي ويا حناني ويا حنين، كون اسمر يمين ابيض يا قلب الجنوب احمر يا خدود الشمال. والمطر مالح في بحرك، المطر مالح في بحرك فوق الجبل جنوب. لو طلعوني الجبل لطلع على راس، لو غرشوني الحصى لطلعش على الراس. لو طلعوني الجبل لطلع على I love.